السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده نقدم لكم مكرونه بالصوص الابيض على طريقه الخاصه، ان شاء الله تعجبكم وتبقى حلوه خالص، وهتحاولوا تجربوها تكلموني وتقولوا تعلقوا وتقولوا ان هي حلوه جدا خالص. نص كيلو مكرونه الموجوده في البيت، انا كان عندي نص كيلو مكرونه شرايط سلقته اهو، شرايط اسباجيتي لام الموجوده في البيت، نص كيلو مكرونه او سلقته، ونص كيلو لحم مفروم اهو، وثلاث بصلات مقطعهم شرايح رفيعة كده ورقيقة خالص، وفصين توم، معلقتين صلصة، مع الصلصة دي انا بعملها في البيت، والتوابل بتاعتنا اهي، نص معلقة ملح وفلفل، كزبرة ناشفة، ومعلقة زعتر، معلقة بابريكا، ورشة سكر، ورشة قرفة، ومعاها حتة قرفة خشب كده صغيرة، ومعلقة 7 بهارات، وشوية شطة صغيرين، وبقية المكونات فلفل أحمر، فلفل أصفر، خضار موجود عندك في البيت، فلفل أخضر، معلقة كزبرة خضرة، وجزر، وكله هعمله قدامكم ووريه لكم. البشاميل بتاعنا لتر لبن، ومعلقتين جبنة موزاريلا كبار، وقطعتين جبنة مثلثات، والدقيق بتاعنا 5 معالق دقيق، وادي السمنة معلقتين كبار سمنة، ومعلقتين كبار برضو زيت، وملح، وفلفل اسود. هعمله قدامكم اهو واوريكم خطوة بخطوة. ويا حبايبي هعصجوا اللحمة معاكم اهي، نزلت بالزيت، لازم الزيت يسخن كويس عشان اللحمة لما تنزل ما تخرجش السوائل منها اهي، هتاخد تشويحة بسيطة كده. هنزل مع اللحمة بالملح والفلفل الأسود أهي على طول. نزلت باللحمة على زيت سخن، وحطيت عليه على طول الفلفل الأسود والملح. بعد كده ما سخنت اهي اللحمة، هنزل عليها بالبصل او بشرايح البصل، 3 بصلات مقطعهم شرايح او لحد البصلة ما تدبل اهي. حاولوا تجربوها تعجبكم خالص ان شاء الله. تني مع البصل لحد ما تدبل، وحطي لها بقيه الاضافات، فصين الثوم هحطهم، والخضار، فصين الثوم اهو، اهو البصل دبل يا حبايبي اهو، هننزل على طول بالمعلقتين الصلصة اهو، والتوابل بتاعتنا اهي، الله على الريحة ما شاء الله. احط معلقه الخل اهو،
ما شاء الله على الريحة، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. ويا حبيبي بعد ما حطينا التوابل والصلصة وكان ننزل بالخضار اهو، بس هنسيب معلقتين الكزبرة في الآخر اهو، الجزر والفلفل اهو، ما شاء الله على الريحة، طلع حلو وجميل اهو. ريحة التوابل ايه بقى، ايه الجمال ده، انا بقى مش عايزه الخضار يدبل قوي، يا دوبك شويه كده يتشوح كده مع اللحمه والبصل كده، وياخد بس التشويحه الحلوه ديت، وتني مزهزه كده حلو كده ما يدبلش. اهوت يا حبايبي سيبنا الخضار مع اللحمه والبصل اهوت، ياخد تشويحه حلوه لسه حلو اخضر اهو جميل، هننزل عليه بمعلقه الكزبره اهي اهي، وهنطفي على طول لحد ما نعمل البشاميل اهو. النار بس خلاص اهو، طفيت النار عليها يا حبايبي اهو، وهنركنها شويه لحد ما نعمل البشاميل. نزلنا بالمعلقتين الزيت الكبار ومعلقتين السمنة يا حبايب اهو، وهننزل عليهم بالدقيق بس يسخنوا شوية، وهننزل عليهم بالدقيق اهو واعملها قدامكم. اهي سخنت السمنة والزيت ونزلت عليهم بالدقيق واحدة واحدة اهو، وهقلبه قدامكم. اهو يا حبايبي الدقيق اهوت، مش هنحمر اهو، هننزل عليه باللبن اهو، ونهزله النار بالراحة كده واحدة واحدة. استمري في التقليب يا حبايبي اهو، نحط معلقة الملح، معلقة ملح صغيرة اهي، والملح يا حبيبي والفلفل الاسود اهو، وبدأ يتقل اهو شوية كده، لما يتقل هننزل عليه بالجبنة الموزاريلا وقطعتين الجبنة المثلثات، احيانا بحط معاه معلقة قشطة بتخلي القوام بتاعه جميل، وساعات اعملها كده من غير قشطه. اهو يا حبايبي هننزل بالجبنه الموزاريلا وقطعتين الجبنه المثلثات اهو، الجبنه الموزاريلا بقى تخلي الكون بتاعه حلو جميل وطعمها حلو خالص. ويا حبايبي البشاميل اللي خلاص اهو قدامكم اهو، القوام بتاعه حلو وجميل، الجبنه الموزاريلا اللي عامله الشغل فيه اهي، وهنخلط احنا طفينا، هنطفي على البشاميل اهو، طفيت عليه، هحط كل المكونات على بعضها وهرجع لكم تاني. يا حبايبي اهوت خلطنا كل الخليط على بعضه وحطيت لكم في الطبق اهو قدامكم اهوت، شكلها حلوه وجميله وبالهنا والشفا، وحاولوا تجربوها تعجبكم جدا. واللي حابب يشوف طريقة عمل المكرونة بالصوص الأبيض بالتفصيل والمقادير بتاعتنا، ممكن يدخل على موقعنا من خلال اللينك أسفل الفيديو ويقرأ المقال ويشوف طريقة عمل المكرونة بالصوص الأبيض بالتفصيل. وبالهنا والشفا يا حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مطبخ حبيبي.